لمزيد من التفاصيل حول الملف الإيراني ينضم إلينا من بيروت الكاتب الصحفي اللبناني علي الأمين. أهلا بك سيد علي. أهلا بكم. سيد علي، لو نبدأ معك من وزير الدفاع الأمريكي الذي اعتبر في تصريح له اعتبر أن إيران هي المسؤولة الوحيدة عن مشاكل الشرق الأوسط، إلى أي مدى تظن أن واشنطن بمثل هذا التصريح هي بصدد تبرئة نفسها من الأزمات الحاصلة في المنطقة؟ يعني اولا لا شك انه نحن يعني هذه المواقف الامريكيه من ايران ليست جديده، هي بالتاكيد صدرت في زمن اوباما وفي ظل وظللت الاتفاق النووي اذا صح التعبير الامريكي الايراني، وبنفس الوقت تمددت ايران في ظل يعني الدخول الامريكي الى العراق، شكل عنصر محوري واساسي في دخول ايران الى المنطقة. لكن أقول في هذه المرحلة بالتأكيد نحن شهدنا في ثلاث سنوات السابقة الماضية تقريبا أن الأولوية كانت في السياسة الأمريكية على الأقل فيما يعلن هو مواجهة التنظيمات الإرهابية وتحديدا تنظيم داعش. نعم. اليوم يطرح ألو. نعم تفضل نسمعك أستاذ علي. وعليكم السلام ورحمة الله. لست أدري إن كان سيد علي أمين يسمعنا، هل ما تزال معنا على الخط؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال مع الكاتب الصحفي اللبناني علي الأمين الذي كان معنا عبر الهاتف من بيروت، نحاول معاودة الاتصال به لاحقا لمواصلة نقاش هذا الملف.